الجميل تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس لطارق بن مبارك بالقوبة على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. يقدم لنا زعفور على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى في انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لأبناء القبائل. هذا هو الشوط الأول الرئيسي لأبناء القبائل الذي يحمل هذا التحدي، الذي يحمل هذا الانطلاق الجميل. أعود إلى المركز الأول، إلى المسار الأول، إلى المقدمة والصدارة وإلى لمسة التي تتقدم بالمركز الأول لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري. يقدم لنا لمسة على المركز الأول راعي الحدبة، راعي الأسماء الجميلة، دائما يقدمها هنا في هذا الميدان الجميل. هذه لمسة تشاهدونها بالمركز الأول وهي مسيطرة، وهي مسيطرة على المركز الأول لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري. المركز الثاني، المركز الثاني شعار بن سرحان، شعار بن سرحان قادم مع نوادر عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي، يقدم لنا نوادر على المركز الثاني. بينما ثالث المراكز تأتينا الحقة لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري قادم في المركز الثالث، والمركز الرابع ذيبة.
خليفة بن سالم بالصقعة الأغفلي قادم شعار بالصقعة هنا في المركز الرابع، وفي المركز الخامس زعفور لعلي بن سالم بن سعيد المسافري يقدم لنا زعفور على المركز الخامس. خمسة شعارات وأسماء جميلة تحضر في هذا الشوط في هذا الانطلاق الأول والاندفاع الأول. لازلنا نتابع هذا الشوط، نتابع هذه الانطلاقة مع كل المتابعين مع كل المشاهدين. 3 كيلومترات قطعناها من عمر هذا الشوط وبقى لدينا 3 كيلومترات، ولا زالت لمسة في المركز الأول لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري يقدم لنا لمسة على المركز الأول على الكادر الأول. بينما ثاني المراكز هنا تتقدم نوادر عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي يقدم لنا نوادر على المركز الثاني على ثاني التحديات. المركز الثالث القادم الحقة لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري يقدم الحقة، وتدخلت الذيبة خليفة بن سالم بالصقعة الأغفلي قادم يقدم لنا الذيبة في المركز الرابع وغيرت إلى المركز الثالث. المركز الخامس زعفور لعلي بن سالم بن سعيد المسافري يقدم لنا زعفور في المركز الخامس. 5 أسماء وخمسة شعارات تحضر في هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير. الله الله الله، أين سيغادر السلام؟ أين سيغادر الناموس؟ مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان، إذا نعود إلى مجريات هذا الشوط. لا زالت لمسة في المركز الأول منفردة ومباعدة عن بقية الأسماء لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري يقدم لنا لمسة على المركز الأول. المركز الثاني نوادر عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي يقدم لنا نوادر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحقة لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري قادم في المركز الثالث. المركز الرابع الذيبة خليفة بن سالم بالصقعة الأغفلي، والمركز الخامس زعفور لعلي بن سالم المسافري. هكذا الأسماء. الكيلومتر المثير. نعود إلى المركز الأول، إلى لمسة التي باعدت المسار، طارت بالمركز الأول، حلقت في سماء السوان في المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، قامت راس وانهت الشوط راس، تقوم طفر وتنتهي طفر، كنها على لاضي ملالة من البقايا تأخذ الأمر. تصوير وتعليق وعبالة، والتيم الأول يا أبو محمد تكسره، كسر وتحير الشاعر مقاله. هذه لمسة تقدم هذا العرض بدون أي منافس، بدون أي أوامر. العصا قوس، ما تحتاج للأوامر، ما تحتاج للتعليمات، هي تعرف طريق الناموس، هي تعرف
في طريق الناموس. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري. أعطاه الأوامر يوم حست بالخطورة. هنا بن سرحان خادم بن سرحان عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي. نوادر تلحق ما تلحق يا بن سرحان. الحق ما تلحق يا بن سرحان. الأمتار الأخيرة بن سرحان. نوادر يبو. سلام يا بن سرحان. عبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي مع نوادر. المركز الثاني لمسة لعلي بن محمد بن عبيد الخاطري. المركز الثالث أتتنا ذيبة خليفة بن سالم بالصقع الأغفلي. المركز الرابع الحقه لسعيد بن مطر بن حميد الخاطري. والمركز الخامس زعفور لعلي بن سالم سعيد المسافري. إذا تهانينا والناموس لعبد الله بن محمد بن سرحان الأغفلي وخلفان بن محمد بن سرحان الأغفلي. فوز نوادر بالمركز الأول.